قتل الطفل أحمد الحميدي جراء قصف الحوثيين على تعز ومثله الكثير. ألم يئن أوان وقف استهداف المدنيين والأحياء السكنية؟ وإلى متى سيظل المحافظ نبيل شمسان وقائد المحور خارج الفاعلية عن المحافظة المنكوبة؟ أهلا بكم. قالت مصادر ميدانية إن ميليشيا الحوثي قصفت أحياء سكنية في وادي الزنوج ووادي القاضي داخل المدينة، كما أطلقت قذائف مدفعية على مدرسة في مديرية الصلو، مخلفة استشهاد طفل في 13 من عمره وإصابة طالبة أخرى بجروح. المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتحالف والحكومة جميعهم عجزوا عن إيقاف مسلسل قصف المدنيين من قبل الميليشيا منذ 4 سنوات، في الوقت الذي تنشغل فيه المكونات والقيادات المدنية والعسكرية للمحافظة بالصراعات الداخلية والتصفيات فيما بينها. يحدث ذلك أمام مرأى ومسمع الرئيس هادي والحكومة دون أن يرف لهم جفن. للسنة الرابعة لم يتوقف قصف الأحياء السكنية في تعز من قبل ميليشيا الحوثي المتمركزة في تباب المدينة. مؤخراً أطلقت الميليشيا أكثر من 20 قذيفة على جبل جرة ووادي الزنوج والأحياء السكنية في محيط وادي القاضي. ريف تعز هو الآخر لا يسلم من القصف المستمر. مصادر محلية أفادت أن قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيا من مديرية دمنة خدير سقطت على منزل يستخدم كمدرسة مؤقتة في مديرية الصلو. القذيفة قتلت الطالب أحمد الحميدي البالغ من العمر 13 عاماً وأصابت طالبة أخرى جواره. المثير للغرابة أن كل هذه الانتهاكات لم تلفت انتباه المبعوث الأممي والدول المشرفة على اتفاق السويد الذي تحتل تعز أحد ملفاته الرئيسية. رغم كل ما يحدث في تعز، يظل الغائب الأبرز في المشهد هي الدولة. ورغم مرور أكثر من شهر على تعيين محافظ جديد وقيادة المحور، إلا أن الرجلين لم يصلا بعد إلى المحافظة لمباشرة عملهما منها. الوضع الأمني في تعز هو الآخر يعيش ذات الظروف. مسلسل الاغتيالات والتصفيات الداخلية لم يتوقف، وازدهار وضع العصابات والبلاطجة المسلحين داخل المدينة. يبدو أن سياسة التحالف والشرعية تجاه تعز تمضي كما يراد لها، مراوحة الوضع بين عدم التحرير وعدم الانفلات الكامل، بينما يدفع المدنيون في تعز ثمن هذا الفخ الذي يدار بالتعاون مع منتفعين من داخل المدينة. تعز تصارع التنكيل من حولها والعصابات من داخلها، بروحها وثقافتها تحاول أن تنتصر على كل هذا الخراب. فهل ستنتصر تعز المعهودة على تعز الطارئة؟ إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معي في هذه الحلقة الصحفي محمد محروس عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخر عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا لا تزال المدينة تشهد قصفا على الأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي، ولكن للأسف لا نجد أي رد فعل عسكري أو مدني أو حتى سياسي تجاه هذه الجرائم، لماذا؟ نعم، هو محليا ردات الفعل تتوفر من قبل الجيش الوطني من وقت إلى آخر بحسب الإمكانيات التي يمتلكها هذا الجيش، لكن بشكل عام الحكومة لا تلبي مطالب الجيش الوطني في تعز. التحالف أيضا هو الآخر يخذل هذه المدينة من وقت إلى آخر. وعود التحرير تذهب هباء منثورا. أبناء تعز يبدو أنه كتب عليهم أن يعانوا ويعانوا ويعانوا، هكذا يقول التاريخ اليمني منذ بداية صفحاته ومنذ أن جاءت تعز إلى الوجود اليمني بشكل عام. عموما أيضا لا يوجد من يغيث هذه المدينة، الأمم المتحدة أيضا لا تملك القدرة على أن ترغم الحوثيين أن يكفوا من استهداف هذه المدينة. نعم. إذا كانوا لم يتفاعلوا مع ملفها بحسب مشاورات السويد عليهم أن يكفوا عنها، عن استهدافها،
على أن يبقى الحصار، يعني الناس هنا سيقبلون بالحصار على أن لا تستهدف المدينة من وقت إلى آخر، على أن لا يبقوا عرضة للموت بشكل مستمر. التهديدات مستمرة، الحوثيون يستهدفون تعز بشكل يومي، بشكل يومي في سواء في المدينة أو في ريفها. لذلك نحن نتحدث عن مدينة كتب لها أن تعاني وكتب لها أن تخذل من الجميع، من الحكومة الشرعية، من التحالف العربي، من الأمم المتحدة، من كافة العالم. الضمير الحي توقف عند تعز وعلى أسوارها مات. نعم، إذن لو فصلنا قليلا أستاذ محمد، يعني الوضع العسكري، نجد أن هناك قصف دائم على المدنيين ولكن لا يوجد أي تقدمات حقيقية في الجبهات، على العكس هناك مجرد اختلافات في الداخل والتهاء لنقل الجيش والمقاومة بأمور ليست هي الأمور التي وجد لأجلها، يعني قذائف مدفعية حتى تطال المدارس كما حدث يعني بالأمس تقريبا. بالنسبة لردود الفعل المدنية أيضا لا نجد لا منظمات لا تفاعل حقيقي مع ما يحدث من تعز، وسياسيا كما تفضلت تم رفض قبول ملف تعز تماما في اتفاق السويد من قبل الحوثيين. نعم، الأوراق العسكرية في تعز مبعثرة، لا تجد حتى من يجمعها ويقدمها على الملأ. الحقيقة الناس هنا لا يعرفون ما الذي يحدث في الأروقة العسكرية بتعز. أنا كنت قبل أن أكون هنا في اتصال مع الناطق باسم قيادة محور تعز، هو يتحدث عن أن المعنويات عالية وبأن الجيش مستعد في حال توفرت الإمكانية العسكرية المسنودة بالقرار السياسي السيادي من قبل الرئيس هادي والتحالف العربي. يعني هناك عوامل تكاملية مشتركة، وهذه العوامل في حال أنها اكتملت ستتم عملية التحرير في تعز. يبدو أن تعز يعني دخلت في أتون صراعات سياسية تتجاوزها هنا وأيضا تتجاوز الخارطة اليمنية بشكل عام. أيضا استخدمت تعز كملف حقوقي، فشل التحالف في تسويق قضية تعز. إذا ما قلنا بأنه يحاول أن يستخدم تعز في المحافل الدولية لإبراز ما يرتكبه الحوثيون، إلا أننا في الحقيقة نحن نشاهد انتصارات حوثية حقوقية أمام العالم وفي كافة المحافل الدولية الحقوقية، وهذه هذا انكسار حقيقي للتحالف العربي برغم من الأدوات التي يمتلكها وبرغم من الإمكانيات الغير محدودة التي تتوفر لديه. أعود ثانية إلى الوضع العسكري في تعز. الناس أو الجيش هنا، أفراد الجيش الوطني يتعاملون، هم في مرحلة دفاع كما أسلفت، لا يملكون القدرة والقوة الكاملة والآليات العسكرية النوعية التي تعطيهم إمكانية الهجوم وتحقيق الانتصارات الفعلية. نعم، إذا أتحدث مثلا عن جبهة مقبنة. نعم نعم، فقط يعني هنا نحن نتحدث عن الملف العسكري، اسمح لنا أن نستضيف معنا أيضا عبد الباسط البحر المتحدث باسم قيادة محور تعز عبر الهاتف من تعز. مرحبا بك، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين جميعا. نعم، اذا سياده العقيد، يعني تغيرت القياده السياسيه والعسكريه ايضا في المحافظه، ومضى على ذلك ربما اكثر من شهر، لم يتحقق اي تغير على الارض، لماذا برايك؟ الحقيقه ما زالت قياده السلطه المحليه المعينه مؤخرا وايضا قيادة محور تعز ما زالت لم تصل للمحافظة حتى الآن. هناك ترتيبات معينة ولقاءات تجريها قيادة المحور في الرياض ثم في عدن مع قيادة التحالف وقيادة الحكومة الشرعية، وبإذن الله تعالى أنها ستصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى محافظة تعز.
نعم، هل يعني تم التغيير فقط لإنهاء خلاف معين دون النظر الحقيقي لمشاكل تعز وما تواجه تعز؟ يعني أكثر من شهر وهم كما قلت يقومون بإجراء لقاءات، ألا يعد ذلك الأمر أيضا طويلا خاصة في ظل احتياج تعز لوجود قيادة حقيقية فيها؟ طبعا مشاكل تعز معقدة وفيها الكثير من التداخلات سواء المحلية أو الإقليمية أو الخارجية، وبالتالي نحن نعتقد أن التغيير والذي حدث والانسجام الذي ربما يكون بين القيادات في تعز أن يعمل على حلحلة الملف في تعز وحلحلة مشاكلها، وبإذن الله تعالى أنه الأيام القادمة تشهد تحسن ملحوظ في كثير من الملفات الملحة والهامة لأبناء تعز. نعم، يعني نأمل ذلك بطبيعة الحال، ولكن الأيام القادمة سيادة العقيد تعني كل يوم ضحايا جدد، لا زال أبناء تعز يموتون كل يوم. متى ستفرج على تعز ولا تزال الميليشيات تقصفها يوميا؟ يعني تقصف الأحياء السكنية، المدارس، الأسواق، وبالتالي تعز كل يوم هي تقدم شهداء جدد وضحايا جدد. ألم يحن وقف هذا النزيف برأيك؟ نعم، تعز دفعت فاتورة باهظة وضريبة كبيرة من أبنائها سواء العسكريين أو المدنيين، وتستحق فعلا هذه المدينة والمحافظة بعد هذه الأربع سنوات من العناء والحصار والقصف والقمص أن يتم تأمين هذه المدينة ويستكمل تحريرها ويبشر الحصار الجائر عنها وتفتح منافذها أمام تنقلات المواطنين وأمام انسيابية حركة الإغاثة والتجار وغيرها. هذه أمور ملحة وملفات شائكة، والحقيقة هي تؤرقنا كعسكريين ليلا ونهار. وبالنسبة لجيش تعز نحن مستعدين على أتم الجاهزية القتالية العالية لاستكمال التحرير. هناك أعداد بشرية كبيرة، قوة بشرية، عناصر قتالية لها خبرة ميدانية، لها خبرات قتالية، تدربت على القتال في مختلف الظروف ليلا ونهارا وفي مختلف الفصول العام وغيره. فأنا أعتقد أنه مسألة التحرير مسألة وقت وتضحيات أيضا، وأيضا لابد من توجه عسكري سياسي من القيادة العليا ومن الأشقاء في التحالف، لأنه ملف التحرير ملف مترابط وله تبعات أيضا في نعم. لكن اسمح لي سيادة العقيد، يعني ربما نتساءل عن مفارقة عجيبة، أين هو الجيش الآن في ظل ما يحدث في بداية الحرب؟ كان هناك مجرد مقاومة ربما دعمها أقل، ليست تحت مؤسسة موحدة، وإنما أفعال يعني عشوائية وإن كانت غير مرتبة بالشكل المطلوب، ومع ذلك قدمت جهود قوية وجهود تذكر بصد يعني الميليشيا. الآن يعني ما الذي يحدث؟ يوجد مؤسسة عسكرية يفترض أنها مدعومة، يفترض أنها مشكلة كوحدات وكألوية، ولكن لا نجد ذلك الفعل. يعني لما دائما ترتبط مسألة الجيش بالسياسة إلى هذا الحد، خاصة كما قلت أن مسألة التحرير هو ملف مترابط، لما لا يفرض الجيش صوته وقوته أيضا على التحالف وعلى الحكومة؟ أولا أنا معي في كل ما قلت وما ذهبت إليه. ثانيا الجيش والمقاومة تم يعني دمجه من المقاومة الشعبية إلى الجيش الوطني بقرار الأخ رئيس الجمهورية. ثالثا ما تم تحريره من تعز مساحات شاسعة، وبالتالي الجيش الآن منتشر في أكثر من 40 جبهة بشكل دائري على المحافظة، ويقوم بدوره في ضوء الإمكانيات المتاحة له، وإذا وجد القرار العسكري فإن الجيش مستعد للتحرك مهما كانت الظروف، وسينفذ المهام بكل قوة واقتدار
ينفذ المهام بنجاح بإذن الله تعالى. نعم أتفق معك، يعني أنا لا أقلل من جهود الجيش أبدا، وهناك يعني هو موجود في الجبهات، ولكن أيضا لا ننسى أن الانشغال بالداخل وإشكاليات الداخل أثرت بشكل سلبي على الجبهات، وهذا أمر واضح وربما استفاد منه الحوثي بشكل كبير. يعني هذه الخلافات انعكست على التحرير، وانعكست أيضا على الثقة المولى لملف تعز من قبل الخارج ومن قبل أيضا التحالف، أليس كذلك؟ نعم، يعني قد تشتغل مثل هذه الأمور، ولكن قد حسمت هذه الأمور أولا بالقرارات الرئاسية، ثم أيضا بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والحملة الأمنية، وبالتالي تكون كثير من القضايا الاختلافات والقضايا الشائكة في تعز قد حسمت بإذن الله تعالى، وأصبح طبعا لا نستطيع أن نتحدث عن كل الخلافات بالنسبة لنا، لكن نقول بنسبة 90% و75%، وبالتالي معظم التعزيين هم يجمعوا على ملفات يأتي في صدارتها، ملف التحرير، استكمال التحرير وكسر الحصار وتحقيق الأمن وعودة المؤسسات. نعم سيادة العقيد، يعني ربما المدنيين الآن يعني لا يستوعبون مسألة الوقت ولا الملفات ولا ارتباط ملف التحرير ب يعني أكثر من إشكالية. أود أن أسألك، ماذا بشأنهم هؤلاء الذين يموتون يوميا في الأحياء المدنية والذين وصل الضرر إلى الأرياف أيضا؟ هذه مشكلة بالغة ويعني تكلف الكثير أيضا، وتجعل يعني ربما كان الريف هو الأكثر أمانا بالنسبة للمواطن، الآن ما يتهدد الريف يتهدد المدينة ويتهدد كل مدني، ما الذي يمكن عمله لأجل هؤلاء؟ أولا الجيش لم يأخذ مقطوف الأيدي، الجيش رد على مصادر النيران المعادية وتم إسكات مصادر النيران سواء في جبهات الأرياف أو جبهات المدينة، في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية للمدينة تم الرد على مدفعية العدو وعلى مصادر نيرانه وتم إسكاته بالإمكانيات المتاحة، وكذلك في الصل وفي مقبنة. ثانيا الجيش أيضا يبحث عن حلول، وأعتقد بوجود السلطة المحلية ووجود قيادة المحور وأيضا القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الاجتماعية الداعمة للشرعية، أعتقد أن هناك ستكون أفكار ولحلول ووضع معالجات لسد قضية الإمكانيات ولو من الإمكانيات المتاحة داخليا والمحلية والإسناد الشعبي، وأعتقد أن هذا سيكون مطروحا وبقوة، وسيتم تدبير ما إمكانيات ولو بالحد الأدنى لتحرك الجبهات وتأمين المدينة وتأمين الأرياف واستكمال التحرير بإذن الله. نعم نتمنى لكم التوفيق سيادة العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم قيادة محور تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ميدانيا كنا نتحدث عن قصف لأحياء سكنية ومؤخرا لمدرسة، ويعني جرح أو قتل فيها طفل وأيضا جرحت طالبة، ماذا عن أو ما هي معلوماتك حول هذه الحادثة؟ نعم، القصف الحوثي اليوم استهدف مدرسة في وسط نقيل الصلو، هذه المديرية التي حرر منها ثلثان وبقي الثلث تحت سيطرة الحوثيين الذين يستهدفون كافة مناطق الصلو من منطقة أو من مديرية خدير دمنة خدير بشكل متواصل. حقيقة ما حدث في الصلو لا يختلف تماما عن ما يحدث في مقبنة أيضا قبل يومين، قنصت مسنة وفارقت الحياة. الحوثيون هناك أيضا يستخدمون كافة الأساليب القتالية التي تنتهك حرمة الأبرياء، وأيضا يحاولون من وقت إلى آخر أن يعيثوا فسادا في تعز المدينة وأريافها. الحقيقة نحن نتحدث عن أن هذه الجماعة لم يتبقى لها سوى 5 مديريات مكتملة في تعز،
إضافة إلى أنها لا تحظى بالقبول الشعبي بشكل تام هنا، وهذا ما يجعلها من وقت إلى آخر تمارس مثل هذه الانتهاكات، وهي تتلذذ حقيقة بأن تفعل بأبناء تعز مثل هذه الأمور. نعم، يعني خمس مديريات قادرة، هذا يقابل بالرضا الدولي. نعم، خمس مديريات قادرة على فعل كل ذلك. أستاذ محمد، هل حدثتنا يعني أين هي مواقع هذه المديريات، مواقع سيطرة الميليشيا بالضبط؟ نعم، نحن نتحدث عن شرعب غونة وشرعب السلام، نتحدث عن التعزية، نتحدث عن دمنة خدير، نتحدث عن ماوية، إضافة إلى أنه لديها بعض المناطق في حيفان وبعض المناطق في الصلو. هذا ما تبقى لهذه الميليشيا الحوثية، وهي تقاتل وتستميت من أجل أن تبقى هذه المديريات تحت سيطرتها، لدواعي أيضا عدة، أبرزها أن هذه المديريات المحيطة بمدينة تعز تعد مناطق أو مديريات استراتيجية ومفاتيح دخول إلى هذه المدينة، وهي من وقت إلى آخر تستهدف مدينة تعز من خلالها ومن خلال السلاسل الجبلية المطلة على مدينة تعز. نعم، نعم. يعني هذه المديريات أستاذ محمود، إذا ما كان هناك قرار حقيقي لتحرير تعز، أليست من السهولة بمكان، يعني نحن وجدنا كيف تم تحرير عدن في أيام، أيضا شبوة حين تم الإرادة لذلك، فلا يعني الميليشيا ليست قادرة على الوقوف أمام قوات وقدرات التحالف والجيش الوطني أيضا، أليس كذلك؟ نعم، أعتقد أن العقيد عبد الباسط البحر تحدث حول هذا الموضوع في حديثه. بما أنك سألتني، أنا سأجيب بأنه لا يوجد قرار فعلي لدى التحالف. يبدو أنهم هم مستمتعون بأن تظل تعز بهذا الشكل، لا يخسرون شيئا، كل ما يتعلق بتعز عليه علامة استفهام كبيرة جدا في الحقيقة. نعم، ولكن القيادات العسكرية وأيضا من القوى السياسية الداخلية. نعم، لكن ما يعني ما زالت معتمدة وتثق بالوعود، وعود التحرير التي طال أمدها والتي لم يتحقق منها شيء عمليا بالدعم الكافي سواء ماديا أو لوجستيا أو عسكريا، ومع ذلك لا نجد شيء، وفي كل مرة نتساءل عن التحرير لا نجد أحد يتحدث عن هذه الوعود الكاذبة، وإنما يتحدث عن وعود جديدة قادمة. نعم يا سيدتي الفاضلة، تعز استوفت كافة الشروط التي توجب على التحالف العربي والحكومة الشرعية سرعة تحريرها. يعني ميناء المخا وتم تحريره، المخا وتم تحريرها، مديريات الساحل أغلبها محررة، الناس هنا يعني جميعهم تواقون لأن تصبح تعز محافظة كاملة التحرير وتخضع بكل مديرياتها للجمهورية وتعود إلى بساط الجمهورية اليمنية. لا يوجد أحد هنا لا يحب أن تتواجد الدولة، لا يوجد أحد هنا يعني يتمنى أن تبسط الدولة نفوذها على كافة المؤسسات وعلى كافة الموارد الحيوية وعلى كل ما يتعلق بالحياة هنا. الناس تواقون، الناس يبحثون عن الدولة والدولة لا تبحث عنهم. التحالف العربي الذي يعني يسوق الوعود ويعلن العمليات العملية تلو الأخرى ويقول تعز أولوية قصوى، الآن يتحدثون عن إعمار تعز ويتحدثون عن مشاريع اقتصادية ويتحدثون عن وعن وعن، ماذا عن التحرير؟ من الجيد جدا أن تكون هناك عملية تطبيع للحياة في تعز، لا أحد يقف ضد هذا، ولكن أيضا يجب أن تتواكب عملية تطبيع الحياة في تعز بعملية التحرير. إلى متى سيظل الناس هنا في إطار الجوع؟ إلى متى سيظلون في إطار القتل؟ إلى متى سيظلون في إطار التشريد؟ إلى متى سيظلون في حالة الخوف والهلع المستمر؟ ربما اليوم أنا شاهدت بعيني وكيف الناس في حالة خوف وهلع غير مسبوق. يعني
لم يحدث منذ فترة أن تقصف الميليشيا مدينة تعز بهذا الشكل ولمدة ساعة كاملة، 20 قذيفة بأكملها فوق الأحياء السكنية. لم نعتد على ذلك خاصة في فترات الصباح منذ فترة، لكن أثناء الليل هناك مواجهات كالتي حدثت مؤخرا في محيط الدفاع الجوي وفي منطقة في القرب من جبل هان، وكذلك كما أسلفت في مقبنة وفي مناطق عدة، كمحاولات حثيثة من ميليشيات الحوثي لاستهداف هذه المدينة. أقول أيضا بأن الحوثيين اليوم يحشدون قواهم، الدبابات الآن تزحف وأيضا يعني أصبحت تتواجد في أماكن مطلة على مدينة تعز من جديد، مضادات الطيران. الحوثيون يستعدون لشن هجوم على تعز، فيما التحالف العربي الذي يملك حق القول وحق الفعل في إطار عملية استعادة البلاد من الحوثيين كما يدعون لم يحرك ساكنا، ولم نعد نسمع حتى طائرة، صوت الطائرة لم نعد نسمعه أيضا هنا في تعز منذ فترة. إذن يبدو أن قرار تحرير تعز قد أتلف ولم يعد فقط حبرا على ورق، بل أتلف وأصبح من الماضي، ويبدو أن أبناء تعز سيظلون هكذا ينتظرون قدرهم الذي سيطيل أمد هذه الحرب، وستظل المعاناة قائمة، وسنبقى نحن هنا في إطار حصار وفي إطار جوع وفي إطار المهاترات السياسية. نعم، نتمنى ذلك بالتأكيد. أيضا التشكيلات الخارجة عن القانون وفي إطارات عدة لا نهاية لها، فيما أن تجار الحروب في كافة هناك تجار الحروب في عدن يستغلوا ذلك، صحيح، هم المستفيدون. نعم، وأيضا يعني كل هذه الأحداث تؤثر سلبا على ملف تحرير تعز سواء من قبل التحالف أو كما تفضلت من تجار الحروب، ونتمنى ألا يستمر الوضع بهذا الشكل. اسمح لنا أن نقرأ الموضوع من زاوية أخرى مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة من تعز أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي، وأود منك بداية قراءة إجمالية للمشهد في تعز بعد مضي أكثر من شهر على تعيين المحافظ وقائد المحور أيضا، ما الذي تغير؟ الآن على المستوى العملي لم يتغير شيء كثير، لأن المسألة ليست مرتبطة بقائد المحور أو بالأخ المحافظ، وضع تعز ضمن أجندة دولية. مشكلة تعز أنها على باب المملكة وأنها بوابة المحافظات. بمن إذا مرتبطة إذا لم يكن استكمال التحرير؟ نعم، يعني إذا لم يكن تغييرهم يعني له جدوى على أرض الواقع، لما تغيروا؟ بمن التغيير مرتبط؟ أنا أقول أن لهم جدوى، لكن المسألة ليست مرتبطة بهم بدرجة أساسية. لم يصل المحافظ إلى الآن، كذلك لم يصل قائد المحور. عملية الإجراءات أو القيادي الأعلى هي من تمارس العمل في تعز وبشكل روتيني، لا تنتظر. لكن تعز مشكلتها الأساسية هي التحرير، استكمال التحرير هو المشكلة العامة والهاجس الأعم الذي يخيم على هذه المدينة والمحافظة منذ 4 سنوات. الإشكالات الأخرى المرتبطة بالجانب الأمني، المرتبطة بالأداء على مستوى الأرض بالجانب المؤسساتي، هي تأتي مشكلات تبعا للمشكلة الأساسية وهي مشكلة التحرير. الجميع في تعز يحملون هذا الهاجس، مواطنين وسلطة، لكن هنالك بعض الاداء الضعيف ربما اكتسبه الجميع بفعل قوه العاده. كلما يتغير محافظ او يتغير قائد محور نشهد مجموعه من التغييرات، ابتداء من مكتبه مرورا ببعض مدراء المديريات الادارات الامن بعض الادارات الاخرى. لذلك الجميع في حاله ترقب حذر لعوده هؤلاء الى الارض، لكن بقية المسألة الإدارية تمشي بشكل روتيني. لم يتحرك الجانب العسكري حتى يعود هذا المحافظ وقائد المحور، لأن أيضا قسم كبير من المسألة العسكرية أعتقد أنها ليست في أيديهم لكنها أصبحت بيد الإقليم
حتى ليست هي السلطة الشرعية نفسها، وإنما أصبحت هي ضحية السلطة الشرعية الذين يتحكمون إجمالا في المشهد العسكري عموما. نعم، إذا يعني تعز لا تزال أبرز محطات اختبار الدولة أستاذ عبد الهادي وأولوياتها، ولكنها للأسف الشديد غابت تماما عنها. نجد ضحايا يوميا بسبب قصف الميليشيا لأحياء سكنية ولأماكن آمنة وللأرياف أيضا، ولكن لا نجد أي حراك حقيقي. هذه المسألة أتفق معك فيها كثيرا تعز، لا زالت تتعرض لحالة استنزاف. تعز كما وضعت منذ البداية حالة استنزاف، لكن كان الاستنزاف في البداية للحوثيين تحول اليوم إلى مناصفة بين الحوثيين والمدنيين في المدينة. تتعرض المدينة لقصف، تتعرض المدينة لاختراقات أمنية من الداخل. يجب إعادة ترتيب ملفات تعز بين الملف العسكري والملف الأمني والملف الإداري. يجب أن يتم اختصار هذه التقاطعات والمتداخلات القائمة بين هذه الملفات والتعامل بحزم واستكمال بنية الجانب القضائي للجيش وللشرطة، باعتبار أن الشرطة والجيش مؤسسات تخضع للقانون الخاص والقانون العسكري، ثم تفعيل المحاكم المدنية والبت بقضايا سريعة. الدولة والسلطات التي تأتي بفترات الحروب وما بعد الحروب يجب أن تكون حاسمة وسريعة وقوية بنفس الوقت، وأن تكون جريئة جدا اتخاذ القرارات واتخاذ العقوبات، لأن الحرب تولد لدى الناس رغبة في إسقاط القانون، رغبة في إدراج المغامرة الشخصية على حساب القانون. البعض يعتقد أنهم أصبحوا أبطال وبالتالي لا يمكن صدهم، ومع الأسف يكونون أيضا من ضمن رموز السلطة الشرعية والأمن الشرعي بنفس الوقت، وهنا أحد الإشكاليات المهمة. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ عبد الهادي، سأعود إليك بعد سؤالي للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ونحن نتحدث عن تعز وما الذي يحدث فيها أيضا، يعني ربما نحن شهدنا انبعاث للمقاومة من مدينة محاصرة كانت أشبه بجزر معزولة وبقدرات لا تكاد تذكر، ومع ذلك طردت الميليشيا واستطاعت أن تثبت نفسها، والآن وقد امتلكت قدرات عسكرية وانضمت تحت لواء الجيش وتحت مسمى جيش وطني. لا ندري هل تلاشت تلك المقدرة أم المعنويات أم إرادة التحرير هو من تلاشى؟ في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن عدة عوامل. هذه العوامل هي أسباب رئيسية فيما وصلت إليه الأوضاع في تعز. تراكمات الحرب ومخلفات الحرب داخل مدينة تعز بدون إيجاد حلول فعلية وحقيقية وعاجلة تسببت أيضا في عمليات ضغط غير عادية على قيادات تعز بشكل عام المدنية والعسكرية. نتحدث عن ملف الجرحى، الملف الشائك، الملف الذي حقيقة يندى له الجبين، الذي عصى على الجميع أن يتفاعلوا معه، بل وأصبح محل يعني تضارب بين القوى السياسية والعسكرية هنا في تعز. الملف الآخر الذي يتعلق بملف تطبيع الحياة وإعادة تشكيل المؤسسة الأمنية ومد هذه المؤسسة بالثقة الكاملة وبالإمكانيات التي يجب أن يلمسها المواطن هنا في تعز، بما يستطيع من خلاله رجل الأمن أن يوصل رسالة إيجابية إلى المواطن التواق للأمن والأمان والاستقرار والعيش في كرامة وحرية بعد كافة الجهود التي بذلت من قبل فصائل المقاومة الشعبية قبل أن يكون هناك جيش وطني. الفصائل التي حقيقة نقف لها وقفة إكبار وإجلال لما قدمته على مدى سنوات، ثم انخرطت في إطار الجيش الوطني الذي وجد نفسه وحيدا ودخل بعض قياداته ضمن مهاترات سياسية في تعز هم في غنى عنها وتعز في غنى عنها. لذلك هناك ملف شائك وتركة ثقيلة على محافظ تعز نبيل الشمسان، عليه أولا أن يرتب البيت التعزي، أن يعيد الثقة إلى المواطن التعزي. هناك هوة كبيرة بين المواطن التعزي وبين القوى السياسية وبين السلطة المحلية،
نظرا للتصادمات الكبيرة التي حدثت بين قيادتي السلطة المحلية السالفة وبين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وبين أبناء تعز. لذلك يقع على عاتق نبيل شمسان أن يرمم البيت التعزي وأن يوحد الجهود الشعبية هنا. القوى السياسية أيضا يجب أن تلتف في التفافة كاملة حول إطار التحرير وتطبيع الحياة وإنعاش مؤسسات الدولة واستعادة هذه المؤسسات لكافة لبريقها العملي وخدمة المواطن بشكل عام بعيدا عن الوساطة وبعيدا عن التكلفات الأخرى التي جعلت من تعز مدينة مغمورة في هذا الوضع ولم تجد لها من يناصرها ولم يمد لها أحد يد العون وجعلت منها مدينة مجهولة حقيقة من قبل ومتجاهلة من قبل التحالف والحكومة الشرعية. لذلك أولا نرتب الأوراق الداخلية ترتيب الأوراق الداخلية الضرورية ضرورة أولى تقع على عاتق المحافظ. نعم إذن دعني أخذ رأيي. يمكن القول بأن عملية التحرير باتت قاب قوسين أو أدنى باتفاق الجميع. نعم ربما هذه هي الكلمة صارت تزعجني كثيرا أستاذ محمد لأنني سمعتها مرارا وتكرارا منذ 3 سنوات أن التحرير قاب قوسين أو أدنى ولكن للأسف الشديد لا نجد شيء. دعني أخذ رأي الأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي مسألة تشويه تعز والنيل منها ومن مدنيتها أيضا ربما تم النجاح في ذلك وأصبحت يعني تشويهات داخلية حقيقية. لا أدري هل تتمكن تعز من تجاوزها؟ هل تستطيع تجاوز كل ما حدث والعودة إلى تلك المدنية وإلى الصف الواحد وإلى المقاومة الأولى التي هي دائما كانت الشرارة لبقية المدن؟ أعتقد أن تجاوزها ليس أمرا صعبا بل في متناول الوقت. فقط إذا امتلكت القيادة إرادة الحسم وتعاملت بحسم دون خوف ليظل القانون ذا اعتبار فوق الجميع بلا استثناء. هذا ما تحتاجه تعز في لحظة غاية. تعز في لحظة غاية تحتاج إلى قائد قوي فقط لا غير، إلى قيادة قوية، إلى تماسك قيادية الدولة. ولو وصلت المسألة أن تفرض أحكام عرفية مؤقتة لإعادة هيبة القانون. هذه مناطق ما بعد حرب، يجب أن تكون السلطات قوية جدا وتتمتع بشكلنا وأن لا تبدأ بتقديم التنازلات لأنها فترة تأثير. هذا ما نخافه، أن تكثر التنازلات والمراوغات الداخلية وبالتالي نسقط أمام مجموعة لا يراعون إلا مصالحهم ورغباتهم وتخوفاتهم، وهنا تكون الكارثة. على الإخوة في قيادة المحافظة التمتع بقوة، هذه لحظات تأثير، يجب أن لا تكون لحظات مرنة أكثر مما يجب أو أن تكون هناك تنازلات كبيرة في هذا الجانب بالذات ضمن يخص القانون وحقوق الإنسان. نعم إذن يعني برأيك هل كان الاختفاء مسميات المقاومة واندماجها بالجيش له دوره في ضياع الدور الحقيقي للمقاومة أو للفعل الحقيقي إن صح القول؟ أعتقد أن تحويل المسألة إلى جيش نظامي دفعت كل الأطراف به. البعض منهم كان يخاف على أن تنتهي مدنية المدينة وتاريخها وجانبها السياسي وان لان التحول الى ذلك سوف يفرض انضباط المديري العسكري ورجل العسكري يطلب قيود كبيره على الاخوه العسكريين وبالتالي لا يصبح هؤلاء مجرد مسلمين. اما نحن من تبرع عن التحرير ونحن من تقدم انت اليوم الجيش وتؤدي واجب وطني وعليك احترام القوانين الدافية والدولة التي تقاتل باسمها والسلطة التي تقاتل باسمها. لكن هذا الوضع عندما كان المقاومة لم يكن كذلك. كانت الحاضنة الشعبية قوية متماسكة، كان الأداء الشعبي أكبر، كانت المبهوجات الفردية أكبر.
اليوم جرى تقييد البيت بأوامر عسكرية وبتحركات، فتم تقييد البيت حتى من الحركة، وهنا الإشكال ده. يجب أن تفرض تعز على نفسها أن هناك هدف أساسي هو التحرير، وبالتالي يجب أن تفرض القوانين عن الجنة استثناء عسكريين أو مدنيين، وأن تراعي المصالح العليا للمجموع فوق الجميع دون أي تفريط. هناك بعض التجاوزات التي يتم التغاضي عنها، هناك بعض من الإسرافات التي يجري ربما تصنيفها البعض لا يدرك أن هذه اللحظة هي لحظة حرجة جدا تقتضي أن لا يكون هناك أي تنازل ولا دخل. يجب أن يخضع الجميع في هذه الحالة، غياب المحافظ وغياب قائد المحور للجنة الأمنية العليا داخل المحافظة وهي صاحبة القرار، ولو استدعى الأمر أن تفرض حالة الطوارئ هذه حالة حرب. يجب أن لا يكون هنالك فيها مراهنات أو تنازلات أكثر مما يجب، ومواجهة أكثر من المعقول أيضا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني من خلال حديث الأستاذ عبد الهادي وأيضا سؤالي، يعني برأيك لما خفتت الأصوات المطالبة بوقف انتهاكات تعز؟ هل تداخلت هذه الانتهاكات؟ هل اعتاد الناس على هذه الانتهاكات مرة من قبل الميليشيا ومرة بسبب اشتباكات داخلية، فأصبح الناس لا يرون يعني أفقا لكل هذه الأحداث الدامية التي تحدث في تعز؟ فنجد أن الناس ربما اعتادوا أو ربما ملوا الحديث عن هذه الانتهاكات، ما رأيك؟ نعم، نداءات الاستغاثة السابقة لم تجد استجابة أبدا، لم يستجب لها أحد في حقيقة الأمر. تفاءلنا كثيرا وتفاعلنا كثيرا ولم يحدث شيء حقيقي يؤثر على مجريات الوضع ويعيد لهذه المدينة كما أسلفت بريقها وحقها في الحياة. الوضع بشكل عام في تعز هو بين استهداف الحوثي، حصار الحوثي، خنق هذه المدينة، وبين المهاترات الداخلية، الإشكاليات الداخلية، عملية التضاد الحاصلة بين القوى السياسية أيضا والتشكيلات الخارجة عن إطار الدولة التي تحاول من وقت إلى آخر أن تصطاد مؤسسات الدولة وتصطاد إعادة تفعيل هذه المؤسسات وتمنع تحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات مفعلة ومؤسسات تقدم خدماتها للناس كاملة دون نقصان. ما يؤسف أيضا أن هناك عملية سوء تدبير للوضع وسوء إدارة، وهناك بون شاسع ما بين القاعدة الشعبية وبين المسؤولين القائمين على إدارة الوضع في تعز حاليا. هناك خلافات بينية أيضا بين المسؤولين بينهم والبين، مما أثر بشكل سلبي وكارثي جدا على المستوى الصحي، على المستوى الإغاثي. أيضا عملية رفع تقارير الاحتياج في تعز فيما يحتاجه الناس، حقيقة هذه التقارير رفعت بدون الاستناد إلى واقع الاحتياج الفعلي، مما سبب عدم استجابة حقيقية من قبل المنظمات الدولية. الارتهان لبعض الإيديولوجيات المعينة والتبعيات المعينة والمحسوبية، هذه الأمور أثرت بشكل كبير على المواطن في تعز. سقف المواطن في تعز لا حدود له، لكنه اليوم أصبح يبحث عن لقمة عيشه، أصبح يبحث عن ما يوفر له حقه في الحياة، وإن كان هو على غير ثقة بأن ذلك سيكون بشكل مكتمل وسيحقق له مطالبه كاملة. إذن يقع على عاتق محافظ المحافظة نبيل شمسان، وهو ربما سيصل عدن غدا أو السبت المقبل ليكون بعد ذلك في تعز، وأيضا قائد المحور الذي يتواجد حاليا في عدن وربما يكون الأسبوع المقبل هو الآخر في تعز. يقع على هذين الرجلين إعادة ترتيب الأوراق المدنية
والعسكرية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل جدي وبشكل فعال ودون الارتهان لرؤى وأفكار وجهات بعينها. عليهم أن ينتموا إلى تعز، عليهم أن يكونوا بالقرب من احتياجات المواطنين في تعز، وسيلتف الجميع حولهم. على محافظ تعز الجديد أن يدعو لحوار جاد بين كافة القوى السياسية من أجل أن تصبح تعز مدينة للجميع ومحافظة لكل أبنائها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي محمد محروس، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.